يا مرحبا ترحيبتن تبقى على مر السنين، ترحيبتن مثل الورود تفوح يوم بدا بها، تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين، تمطر غلاكم يا بعد عيني وبعد هدبها، تفضلوني واسمعوا بقلوبكم يا سامعين، من قبل لا تستمتع لاسمع اطرق بابها، الشعر ديوان العرب والفرق بين المبدعين، فالابتكار نادر الافكار وسط جوابها، عليك يا قافي سلام وخل عنك العدلين، تبختر بوزنك وقافيتك في مرقبها، عند اليسار اليمين سجل حضورك فرصة جاتك جبها، يا صاحبي والخير كانه مطلوبك دنيا ودين، ركز معي واحسب لحاجة ثلاثة حسابها، الاولى ركز على مرضات رب العالمين، ما غيره يعينك إذا سكت عليك أبوابها، والثانية من قبل ترضي النفس ترضي الوالدين، من دونهم لو تبتسم دنياك وش تبغى بها، والثالثة حاول تمن الخير للناس أجمعين، يا صاحبي لا تحسد العالم ولا تغتبها، أقولها وأنا اللي مقصر يا ربي يا معين، رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها، أقولها وأنا اللي مقصر يا ربي يا معين، رحمتك يوم النفس فالميعاد تلقى حسابها، يا مرحبا ترحيبتن تبقى على مر السنين، ترحيبتن مثل الورود تفوح يوم قدمها، تفوح من صادق محبتكم ورود وياسمين، تمطر غلاكم يا بعد عيني وبعد هدمها.